من ضمن أسئلة: السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا أحتاج رأيك، أنا دلوقتي كنت شغال في بنك حكومي في محافظتي، بس المرتب كان ضعيف، يعني أقل من 4000 جنيه، بينزل مكافآت على مدار السنة في حدود 18000 جنيه. جالي أوفر في مكتب محاسبة وظيفة في القاهرة بمرتب 7000، أوديتور مراجع. فأنا خدت أجازة بالتفاهم مع مدير ورحت أشوف الوضع إيه. الناس في المكتب كويسة وفي شغل وفي خبرة، بس أنا حاسس إني تايه وفي الشغل وبعيد الحاجات كذا مرة عشان تطلع مظبوطة، وحاسس بضغط وخنقة طول الوقت، غير التأخير في الشغل وأرجع السكن أقعد لوحدي وأنا لسه متجوز مفيش 3 شهور، واقعد اقول لنفسي الشغلانه دي مش ليك ودايما على اعصابي، وبعدين اقول لسه الموضوع جديد عليا، وشويه اقول بيني وبين نفسي ايه اللي انا عملته في نفسي ده، ما انا كنت مستريح والشغل جنب البيت وحكومه واستقرار، وممكن اتاقلم على المرتب واظبط امور البيت على كده، والمرتب هيزيد في يناير، ولما اجيب مراتي هنا بعد الايجار وكل شويه ننقل الشقه وهننزل محافظتي اسبوع ولا اتنين، المصاريف هيتبقى اقل من اللي باخده دلوقتي في البنك، وارجع اقول لنفسي فلوس البنك محتاج اني اشتغل فيه العديد جدا من الامور، فمش عارف انا غلطان ولا اعمل ايه. انا نصيحتي لما تيجي تفكر ما تفكرش ما بين البنك والشغل الحالي بس، لان دي مش الاختيارات الوحيده. انت اوديتور مراجع دلوقتي بتاخد خبره كمراجع وتقدر بعدها تنقل على شركه تانية بمرتب اعلى، لكن في البنك ما فيش عندك خبره بتاخدها، في الغالب مش هتقدر تنقل من بنك البنك اعلى، لانك شغال في الغالب في الفروع، وفي الغالب البنك هيبقى متمسك بيك، وحتى في البنوك التانية الفروع عندهم يعني احتفاظ بالناس اللي عندها مش بتطلب كتير، هتبقى مضطر تفضل في نطاق الزياده السنويه اللي هي في الغالب مش هتكفي مع التضخم. الدنيا في الشركات بشكل عام تعتبر افضل من البنوك، خاصه الحكومه، وحتى لو الشركه الحاليه البنوك الحكوميه يعني الحاليه مش احسن حاجه، ممكن تقضي فيها سنه واحده او اتنين وبعدين تسيبها وتروح شركه تانية. ولكن مره تانية نرجع الى السؤال الاساسي: هل انت حابب مجال المحاسبه ولا لا، او مجال المراجعه؟ هو ده اللي ممكن انه يمثل ليك فارق عند الحديث على هذا الموضوع، فضع ده وده ده في الاعتبار. لو انت حابب مجال ممكن لاحقا انك تنطلق ليه، ولكن كل هذه المواضيع بتعتمد عليك، وربنا يوفقك ويكتب لك كل خير بإذن الله.